اكلمك 5 مرات ما ترديش، بتعمل ايه كل ده؟ معلش يا حبيبي انا اسفه، انا كنت برسم لوحه الغروب، وانت عارف ان انا وانا برسم بعمل تليفوني سايلنت عشان مفيش حاجه تخليني افقد تركيزي او اخرج من مود. طب انا مش عايز افقد اعصابي، بالله عليك تركز اليومين دول. انت رايح فين؟ نزل اشتري سجاير. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. البتين صبر يا حاج. والله يا ولدي ما عندي غير واحدة. رضا الحمد لله. يلا يا ابني شيل بتاع التمر ده من هنا. يلا يا ابني. يلا يا ولدي من هنا يا ولدي. حرام عليك. يلا يا ولدي. رزقي ورزقي يا ولدي. يا جدع في راجل يمد يده على حرمة. حقك تاخد الحاجة بس بأسلوب أحسن من كده. وأنت مين أنت؟ يا عم مواطن عادي وبينقذك. التصرف اللي انت بتعمله ده اي حد معدي هينقض الداخليه. ما تسقش للمكان اللي انت شغال فيه، طول ما انت لابس اللبس ده اتعامل كويس، تقلع اللبس مد يدك على اللي انت عايزه. طب اتكل على الله، بدل ما مد يد عليك انت كمان اتكل على الله. انت بتزقني يا جدع، احترمني زي ما بحترمك. يلا يا جدع بكلمك باحترام. ايه والله يا نعم. بقول لك بكلمك والله احترم نفسك. انت ضابط شرطه يا زين وعارف كويس قوي يعني ايه التعدي على امين شرطه لابس ميري واثناء تاديه عمله. عارف يا فندم وبعترف بخطئي، بس والله العظيم كان غصب عني، ما عرفتش اتمالك اعصابي لما شفته بيمد يده على واحده ست، خاصه انه كان لابس ميري، لانه راجل بغير على مهنتي يا فندم. ممكن واحد بغلطه زي اللي هو عملها دي في وسط الشارع يسيء لسمعه مؤسسه كبيره لا احترامها. بس السؤال اللي بساله لسيادتك، هل امين الشرطه هيتعاقب انه مد يده على واحده ست؟ وربنا يا فندم لو كنت اتعلمت في كلية الشرطة ان طبيعي ان رجل الشرطة يمد يده على ستات في الشارع، ما كنتش دخلت كلية الشرطة من الاساس. عددني سيادتك يا فندم، انا ما كنتش اعرف ان الضابط زين الجناوي، وبصراحة انا اللي اسأت الادب ومستعد لاي عقاب. يعني انت متنازل عن حقك يا ابني؟ ايوه متنازل يا فندم. تنزل دلوقتي تتنازل عن الشكوى اللي انت قدمتها، ويتكتب مذكرة صلح وتمضوا عليها انتوا الاثنين. انت هتحمد ربنا ان النقيب زين هو اللي شافك. اتفضل. شكرا. مالك كده مش على بعضك وقلقان؟ خايف حد يشوفك. مين مش على بعضه وقلقان؟ انا برضو بتاع الكلام. كلكم بتقولوا كده في الاول. كلكم؟ انا دلوقتي بقيت من كلكم؟ انا لو من كلكم ما كانش زمانك قاعده معايا بقالك ساعتين دلوقتي في الفستانين جميل فعلا. يا سلام. والشباب الكلمه مفتوحه فين او هنا. اهو في ولد بيصورني. يا ست بتعمل ايه يا حبيبي؟ اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. اه سهران مع واحده وبتزنق فيها. واحده وبزنق في ايه يا معلم؟ انت شايف غلط، احنا عندنا شغل مع بعض. وبعدين ايه ده؟ هات الموبايل ده. انت بتعمل ايه؟ بقول لك هات الموبايل ده. انت عايز تخرب بيت اختك؟ اخرب بيت اختي؟ مش احسن ما اخرب حياتها كلها؟ وعلى فكره هقول على كل اللي شفته. امسك ممكن تهدى شويه؟ حبيبي كل الرجاله بيعملوا كده، وانت لما تتجوز هتعمل كده عشان تبسط مراتك. لا مش كل الرجاله بتعمل كده، اللي جاي زيك انت بس واعمل حسابك على ما تروح علي اكون قافل كل حاجه. وريني هتثبتها ازاي بقى يا شاطر؟ هثبت. معلش يلا ما تكلمش، مفيش حاجه يا صاحبي. بعدين خلاص يلا. ولا مسموح لك اتكلم في التليفون، ولا اطلع من البيت، ولا حتى من اوضتي. ولا عملت اي حاجه، كل اللي عملته اني رفضت عريس. كلمي مين يا بنت؟ كلمي مين؟ واحده صاحبتي. تليفون مين ده؟ في ايه يا اما تليفون صفيه؟ انا مش قلت لك انك ممنوعه تتكلمي ولا تشوفي حد؟ وهي دي تبقى عيشتي؟ ومين قال لك ان مسموح لك انك تعيشي؟ انت يا حبيبتي في مقام المسجونين لحد ما تلين دماغك وتتجوزي، جوزك بس اللي معاه مفتاح زنزانتك، ومن غيره محدش هيعرف يطلعك منها. ربنا يرحمك يا ابوي، ربنا يرحمك. لو كان عايش كان هيعمل نفس اللي بعمله ده. ايه يما فيه ايه؟ صوتكم جايب اخر الشارع. تديها التلفون تتكلم؟ بتكسري كلام يا بنت. عارفه لو اديتيها التلفون تاني هحبسك جنبها في نفس الاوضه. كونيلي
هو في ضابط يضرب امين شرطه اثناء تاديه عمله؟ انت عارف زين اخوك كويس، ما يعملش حاجه زي دي الا ان كان اللي قدامه عمل حاجه ضايقته. اخوك متربي على الرجوله والجدعنه. يسلم خشمك يا ست صالحه. يا طه انت لو اتحطيت مكانه في الموقف كنت هتعمل نفس اللي عمله. احنا بس بنخافوا عليه يأذي نفسه. ربنا يستر. تعالى يا ولدي. الف سلامه عليك. الحمد لله. طمني عملت ايه؟ اقعد ريح. الحمد لله. طمني يا حبيبي. والله امين شرطه طلع راجل، اتنازل عن الشكوى اللي عملها وكتب مذكره صلح وقدمها لمدير الامن، واللي اهم من ده كله انه حلف انه عمره ما هيمد يده على حد تاني في الشارع. الحمد لله يا ولدي، ربنا يجعلك زي ابوك نصير للغلابه. ماي هيرو. هي قالت ايه مرتك؟ قالت نفسي اللي انت لسه جاي لها، اما بس هم بيختصروا في الكلام شويه. وقال لزوم البرطمه. معلش. تيجي نطلع بقى. تصبحوا على خير. ما انت قاعد يا ولدي. قاعد يا ام، انا تعبان في مديريه الامن، ما شفتش غير عساكر. حرام عليك. يا عساكر. عساكر. السلام عليكم. احنا غفر. اسر. نعم. كنت فين؟ انت هتستقبلي؟ مش اخوك قال لك؟ وايه بقى ردك على اللي هو قاله؟ ان انا كنت خارج مع صحابي شويه، خلصت تصوير، قلت افك عن نفسي فيها ايه؟ لا هو ما قالش كده. امال قال ايه؟ قال ان انت كنت زانق واحده في كورنر ونازل فيها بوس واحضان، وتقريبا كده الواحده دي الاخت الفاضله ميرت. ايه يا بنتي الافواره دي؟ انت على فكره اخوك الخمره اللي بيشربها والبلات اللي بيضربها لو حلو دماغه خلاص. هو انت ليك عين تبجح؟ انا ما ببجحش، انا بقول الحقيقه. اخوك ده لسه صغير على اللي هو بيعمله ده على فكره، ولو سبتوه كده هيضيع. انا مش قادره اصدق ان انت لسه عمال بتكذب وبتبجح. يا اخي حرام عليك، قول مره واحده الصراحه، مره واحده. صوتك يوطى. انا اللي عندي قلته. عايزه تروح تصدقي اخوك السكران ده؟ روح صدقيه بعيد عني. انا مصدقه اصلا، مش لسه هصدقه. خلاص صدقيه ولا نايليه، عايزه ايه مني انا دلوقتي؟ اسر انت لو قلت الحقيقه انا هحترمك اكتر. وانا اللي عندي قلته. طب هلف بحياه مامتك. حياة أمي مخونتك يا علي، بس أنت اللي زيك تستاهل إنها تتخان. ولو أي راجل مكاني كان عارف واحدة عليكي بس عشان تعوضه على الحاجات اللي ناقصة في حياته معاكي.